يسعد الله اوقاتكم، كل سعاده وصحه وسلامه، وهالهواء العالي اليوم اللي بالقوه يسمع صوتي. اليوم جبتكم المكان ما راح اقولكم شنو هو لحد ما تتفرجون الفيديو كله، وانتم راح تعرفون وين شنو هذا المكان اللي بوسط اسطنبول وجميل جدا وقليل من الناس اللي يعرفوه. تابعوا هذا الفيديو كله حتى تعرفون هذا المكان وين. بس شوفوا المنظر، قريب جدا من جسر البسفور، جسر شهداء 15 تموز، شيء رائع. طبعا هذا نهاية المكان، ابقوا وياي خلي اخذكم على هاي المنطقة الحلوة جدا اللي قسم بيها من تمشي بيها على قولة رقا ترجع العصر السبعينات اللي كنا نشوفه بالفيديوهات والتلفزيونات. صوت الاغاني، ملابس الناس والهدوء، القعدة اللي بالشوارع، طريقة لبسهم وبناياتهم وشاي، شيء رهيب. ابقوا وياي اليوم راح تشوفوا منطقة ما اعتقد كثير من عندنا ما شايفيها قبل. انا واحد من الناس اول مرة اجي لهاي المنطقة، وما وصيكم، اريد دعم، اريد لايكات حتى الفيديوهات تصعد، حتى القناة تكبر، حتى اظل وياكم ومفر تركيا كلها وخارج تركيا ان شاء الله. على اساس انا عايشة عصر السبعينات، بس يعني انا دا اتخيل مثل الافلام، هو اجواء ايش توحى يعني. هسه تشوفون منطقة روعة 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 روعة، ابقوا ويانا حتى نشوفها كلها. شوفوا هذا مضيق البسفور، وهاي من هنا تجي هذه المنطقة، بس راح ندخل بها ونشوفها. هذا الشارع الرئيسي الرابط بين مضيق البسفور والمنطقة، يعني الشارع اللي يدخل عليها. بس شوفوا شلون، شوفوا الأشجار، شوفوا القعدات الحلوة على الأرصفة، ماخذيها هيج سيستم فرنسي مال السبعينات والستينات. طبعا هسه ما واضحه، هسه راح نمشي لي قدام وتبين اكثر. حتى المخابز نفس الشيء نفس الشيء، راح تشوفون القعدات اللي بالشارع ايش قد حلوه. منطقه ما لها علاقه بباقي مناطق اسطنبول، شيء يجنن يعني، فعلا تاخذك لعالم ثاني. انا هاي اول مره اجيها، بالصدفة اكتشفتها لانه قاعد افتر بالسيارة وشفتها، شيء يجنن روعة. قاعدات تكون بهالشكل يعني، بس شوفوا شيء حلو جدا. وطبعا الواقع غير انه واحد يشوفها بالكاميرا. هاي الشغلات اللي تشهي اللي ما اعرف اشكال الوان، القعدات اللي على الأرصفة، البنايات، البنايات هسه راح اطلع لكم هنا اشكالها والوانها، شيء روعة يعني. لا منطقة بلاط اللي شفناها ولا هم يحزنون، لا شيء مختلف واحلى تماما. يعني احنا كنا من دهشين من منطقة بلاط، بس هاي طلعت احلى. شوفوا شوفوا البنايات شلونها والوانها، شوفوا الروعة، شوفوا البيوت شلونها، شيء يجنن يعني. فعلا هنا الصور التذكاريه شيء تطلع رهيب يعني. اغلبنا رايحين لمنطقة بلاط يمكن بسبب الشهره اللي اكتسبتها قبل، بس انا هسه جيت لهي المنطقه، لا والله هاي احلى. وطبعا راح اشوقكم، ما راح اقول لكم اسم المنطقه لحد ما نهاية الفيديو، وبصندوق الواتساب احط لكم عنوان هالمنطقة والاماكن اللي راح نروحها بيها. هذا الدرج ما اعرف وين يصعد، بس 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 بعض. طبعا هاي الافرع والازقة الصغيرة كلها يعني كل بناية لون، هسه خلنا نكتشفها كلها اليوم. شوفوا هذا الفرع شلونه، شوفوا البنايات، شوفوا هالمبنى رهيب. طبعا هو قديم جدا،
بس شوف الطريقه اللي مسوي بيها. شوفوا هذا المقهى، شوفوا هالمقهى هاي، شوفوا 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 شي روعه، صدق جميل جدا. يعني هالمنطقه فعلا شي رائع. اليوم ظهر الفيديو طويل لانه اليوم شبر واحد ما راح تركب من هاي المنطقه. شوفوا الالوان، شوفوا الالوان، شوفوا الالوان مسويها بطريقه جنن يعني. شوفوا لي هالمنظر من فوق الدرجه اللي صعدته، شوفوا شوفوا هالبيوت القديمه البسيطه، شوفوا شلون اطلاله، شي روعه. طبعا احنا هسه اليوم 24/7، تعالوا شوفوا المطر اللي بدا ينزل، جو يجنن. بس باعوا المطر، باعوا 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 باعوا. شوفوا المطر، هاي شهر 7 ما بقى. شو رايك بالمطر؟ شو رايك بالمطر؟ هو بارد ومطر، يعني تخيلوا الموقف، 20 شهر 7، كارثه كارثة. جو مال الشهر الأول أو الثاني. شوفوا شوفوا، أصلا البسفور قام ما يبين، البسفور قام ما يبين. الجهال حالهم. شوفوا الأطفال، فهد ورعد، هاي صار بيكم؟ مطر شعرنا بلل. مطر شعرك بلل؟ ايه. يلا يلا لابس صفقة. اي ما اسولف لكم على المطر اللي نزل علينا، شبعنا مي. يعني مطر مستحيل ينزل بشهر 7، يعني هدومنا كلها صارت مي. المشكله هواء بارد، بس شيء حلو صراحه، يعني مو ذاك الهواء البارد القوي لا، بس يعني جو رائع. يعني هالسياره ويا هالبيوت ويا هالشوارع فعلا ترجعك للزمن القديم، اليونان اللي كنا نشوفها بالتلفزيونات وبالفيديوهات وبالافلام القديمه. هل يعني ها لاحظت شغله؟ طبعا اغلب المطاعم مكتوبه بالتركي واليوناني، فالظاهر هنا هاي المنطقه مقتبسين عفوا جزء منها من الثقافه اليونانيه. شوفوا احنا بعز النهار وبسبب المطر والغيوم ظلمت الشوارع، بسبب الاشجار الموجوده همينه الشوارع ظلمت. شوفوا مقاهيها والقعدات مالتها، شوفوا هذا المقهى الفوق، اكيد المنظر حلو، يعني شيء طبيعي. يعني ما سبق لي خلال 3 سنين ان شفت منطقة باسطنبول مثل هاي. لا هاي لها طعم خاص ونمط خاص وطريقة بناياتها ومقاهيها كلها مختلفة. باعوا اثناء ما اتمشى بالطريق صادفتني هاي الكنيسة. مثل ما قلت لكم شوفوا الكتابات باليونانية. فالمنطقة بقتبسيها يعني هيك يحاولون يقلدون اليونان بها. اثناء وهالامور هاي، المدن هاي عفوا. بس منطقة تجنن تجنن. طبعا راح احط لكم عنوان المنطقة بصندوق الوصف، وبقية المناطق كلها اللي راح اروح لها اخاف انسى اقول لكم كلها، تدخلون صندوق الوصف تلقون عنوانها على الجوجل ماب. شوفوا البازار الاسبوعي القروي اللي يسووه كل اسبوع، شوفوا مكانه هذا اسكودار كوي بازار. شوفوا شوفوا المكان هاي ظاهرة هنا كل اسبوع، مثل ما نشرت لكم ببعض الفيديوهات. هاي الاماكن اللي نشوفها بالكرتون. بالضبط بالضبط، الكرتون والافلام والهاي اللي نشوفها نفس الشيء. بالضبط عبالك بالكرتون. باعوا هاي زارعين هنا خضروات طبعا. بس شوفوا لي هالبيت ما يبين، لازم ارجع شويه. هذا البيت اللي هنا شوفوا شوفوا المكان مالته بين الاشجار، من قريب كان يبين كله. شوف ديزاين هاي البيوت. شوفوا هاي البيوت شلونها، شوفوا 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 شوفوا. صراحه احنا تشوفونا متعجبين لان اول مره نزور هاي المنطقه. صار لي 3 سنين ما شايفها قبل، اليوم اول مره اول مره نزورها. وهاي طبعا جنن،
هاي هنا زارعين طماطة وخيار، وهذه هاي طبعا بعدة مناطق يسووها، يعني هسه مثلا هذه هنا زارعين طماطة، هاي شنو قصتها؟ هاي البلدية تسوي هالأماكن وتجيب أولاد المنطقة حتى يعلموهم على الزراعة، يبدون يزرعون، كل واحد يزرع له شغلة وينتظرها لحد ما تنضج. شوفوا ايش قد حلوة، بستان نفس اللغة العربية مثلنا بالعربي. هاي الطماطة لاحقي زين حمرة. شوفوا شوفوا السكن هنا، يعني الواحد اللي يسكن هنا الهواء الطلق والخضرة. اي والله باذنجان، وينه؟ ياتي. وهذا وحده اي وصغير وصغير الخربانة. هاي لا بعدها صغيرة، هاي تكبر. هاي بعدها صغيرة تكبر وتصير سودة. وذيك طماطم خضرة. وينه؟ هذيك هناك. هلا يصير احمر. مثل ده مثل واحدة. اي باوع هسه هناك اكو حمرة، هذيك حمرة. اي باوع هذا باذنجان كبير. اي وحمراء يصير غير الاحمر. هذا لا ينفع، مكدوس مكدوس. مكدوس شيخ وحشي. بس شوف الخضار والهواء الطيب. حرام اصلا انا طبعا ملتزم بالكمامه كون انه ماخذ بس الجرعه الاولى من لقاح كورونا، وصراحه مع الاسف والله الاصابات جدا زادت، فلازم الكمامه صارت شيء واجب بكل مكان. شكل محمره على اساس شايله شيء. هذه النبته غير شايله تونقه، حتى ذره زارعين، حتى ذره زارعين. هذا يمكن كوسه او شجر. اي يعني تخيلوا هالمنطقة بوسط اسطنبول، بس قليل من السياح بالذات اللي يعرفها. شوفوا هذا البيت شلون مخلي الورد، الله شلون مسوي ديكور الورد. الا روح يمه اشوف شنو الديكور اللي مسويه هالمبدع هذا. شوفوا هذا اللي جنبه شلون، روعة روعة روعة، غير عالم هنا، غير اسطنبول، غير مو اسطنبول هذا، لا مستحيل. على فكرة هو هذا الشارع كله اللي من برا احنا ما نشوفه، يعني ماكو هيك مجال مفتوح قدامه، بس ترى هم كل بنايه مسوي لها تصميم معين وديكور معين. بالضبط، الوان واشكال. الوانه اي، بس هذا واضح اكثر لان قدامه فراغ فمبين اكثر. يعني شوفوا هذا الروزماري او كليل الجبل بريحه، الله ما شايف منه لا بالسوق ولا اهل الخضروات ولا غيره. هذا اللي يقولون عليها اورجانيك، هي هاي الاورجانيك فعلا، هاي الخضروات الاورجانيك العضوية اللي بدون تدخل كيميائي. شوفوا اثناء ما اتمشى بالشارع صادفتني شغلة. شوفوا هاي القطعة، هاي حطيها انه لازم تخفف سرعة على مود القطط تعبر من الشارع انه تنتبه. شوف يعني اهتمامهم بالحيوانات والخضار والطبيعة هنا بهاي المنطقة شي جنن. شوفوا 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 اللافندر شلون يبيعوه. شوفوا اللافندر، شوفوا البيوت البنايات الالوان شيء رائع صراحه. انا لحد الان مصدوب بالمنطقه، شلون صار لي 3 سنين هنا وما اعرف هالمنطقه. شوفوا البيوت اللي بيها، شوفوا. بس شوفوا الالوان اللي بهذا الزقاق، شوفوا الوان البيوت، شوفوا شوفوا. وهذا الاصفر ما اعرف شنو قضيته، لانه باوعت بيه من جوه بمثل ممكن يكون خياط او مصمم ازياء او، بس بنفس الوقت بفاترينا يبيعون كيك وهالامور. وهذا البيت ايضا قديم، هاي الحجيه، هاي هاي هيجي. اعتقد هاي الملابس البيئه والاحذيه عليها شكلها معقوله للتصوير لغرض التصوير، ما اعرف. يعني شوفوا هاي المنطقة حتى قططهم تختلف. شوفوا ما شاء الله شلون متعافية، سوي لها بس بس بس.
لزمها لزمها العب وياها. شوفوا هالمقهى شلونه، واو واو، شوفوا الروعة، منطقة رائعة بامتياز. طريقة تزيين البيوت وشكلها شيء يعني رومانسي رومانسي هادئ، شيء فعلا هادئ ويفتح النفس، هيك يخلي نفس الواحد هادية. شوفوا مقاهيهم، طريقة القعدة، ولو هذا متروك اعتقد فندق او بس مغلق، بس بصورة عامة شوفوا الديكور ابسط منه ماكو، بس شي رائع. اللي يشوف هالجو هسه وهالشمس اللي طالعة ما يشوفه قبل دقائق والمطر القوي. شوفوا هالجامع موقعه، جامع المنطقة، ما شاء الله ايش قد حلو، الله اكبر. خلنا ناخذ استراحة لانه المنطقة مشينا بيها هواية صعدات ونزلات، فلازم نرتاح. خلنا نقعد بهاي المقهى نشرب لنا قهوة ويا ذولا. هنا الكلاب والقطط بتركيا عندهم شيء مقدس، هذا حاطه له تمثال. شوفوا المدخل المقهى، يدخلوا لها منا. لا هذا مشتل، هذا مشتل مو مقهى. اي لا 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 هذا ما يوسخ تركه، تعالوا. اي هذا مشتل. باوع فهد حصان وبقره، باوع هذاك حمار وراه كلب، هذا حصان، هذا حصان، هاي هاي بقره هياتها هناك تشوفها، هاي بقره، بقره. اي ايش قد حلوه يا كلب وحده. اه يا مدام فهد قال لكم ايش قد حلوه، يعني المنطقه جميله جدا. شوفوا هاي المقهى اللي قعدنا بيها عباره عن مشتل مال نباتات ومسويها مقهى. هاي الجلسات وهاي المقهى، شوف مشتل يبيعون نباتات وهي مقهى. شي جو يجنن يجنن. انا متاكد اطيب فنجان شاي ممكن واحد يشربه هنا، او استكان شاي عفوا مو فنجان، هم يسموه بالمناسبه فنجان شاي، يعني اذا تريد كاسه شاي كبيره يعني غلاس شاي تقولهم فنجان شاي، اذا استكان شاي لا، بس يسموه شاي. هذا اسم المقهى اللي يحب يطلعها بالجوجل مابس حتى يجي عليها، هذا هو بوتانيك كوزنجوك باهجه، وهاي الاسعار جدا رخيصه، يعني اسعارهم صدق فعلا رخيصه جدا جدا. شوفوا هاي المقهى اللي قعدنا بيها، وهذا المشتل التابع لها، يعني تشرب قهوه تكمل قهوتك او شايك تاخذ ورد وتطلع، شيء يجنن. بالنسبة للي راح يسأل عن أسعار الشقق هنا والسكن، هناك سألت وعرفت أنه الشقق ماكو مجمعات سكنية طبعا، كلها بنايات عادية مثل اللي شفناها بالفيديوهات. الشقة الغرفتين صالون إيجارها طبعا معدل، هذه 4000 ليرة بالشهر. أما إذا الواحد يريد بناء كامل زين، اللي هو يتكون من 3 غرف نوم او 4 وصالونين، فالسعر يعني معدل نقول 15000 ليرة. شلون مثل هسه هذول الوراية هيجي طابقين بيهم صالونين واربع غرف او 3 غرف نوم، 14000 ليرة 15000 ليرة بهالحوالي هذه، بس منطقة جنن رهيبة رهيبة. شوفوا هذا وين ماخذ وضعية، هذا مرتاح بحياته، هذا متونس. ها فهد، ها فهد، ها شو الضربة، تقعد تعال. طبعا قولي شوية فتت وما كنت منتبع على هذا المحل، أنا من عشاق اللافندر يعني. أنا صورت عبور الشارع. ما انتبهت صراحة، بس هسه من فتت جذبني اللون. الريحة الريحة. والريحة، الفرق بيناتهن إنه هذا القديم صار له معتق سنتين،
وهذا بعده جديد، فاخذت من الاثنين لان مستحيل اخلي شي شغله تفوت علي. حتى مخابزهم بهاي المنطقه تفتح النفس، صراحه ما قدرنا نقاوم. هاي هاي شكلها رهيبه، هاي 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 يعني ساي خبز له حلويات انا ما دفتها. لا معجنات سوبر فهد. فهد يعني استقتل على هالهمبرجر، عباله همبرجر يتذكر بالهمبرجر لانه عشق للهمبرجر مو طبيعي. بالبدايه ما تكلمت عن هاي المنطقه، قلت لحد ما اصور لكم اياها وتشوفوها كلها. طبعا هاي المنطقه اسمها كوزغنجوك، تقع بالجانب الاسيوي من مدينه اسطنبول على مضيق البسفور. منطقه قديمه جدا جدا، اول من سكنها كانوا اليهود، وراها جو يسكنوها الارمن اثناء الهجره اللي صارت بان الحكم العثماني، وبعدين سكنوها ايضا المسلمين، واللي حد الان يسكنوها يهود ومسيح ومسلمين. فصارت هاي المنطقة هي منطقة التعايش السلمي باسطنبول، تلقى الكنيسة والمعبد اليهودي والمسجد كلهم سوا، وكل الأديان ساكنة بهاي المنطقة. منطقة جميلة جدا، لا تخلوها تفوتكم أثناء زيارتكم لاسطنبول. ولهنا انتهت جولتنا لهذا اليوم، يا رب إن شاء الله تكون عجبتكم المنطقة. ومثل ما قلت لكم أريد لايكات أكثر وأكثر، ما يخسر شيء اللايك، ترى محتاجين دعم منكم، لايك بسيط ما يأثر. وإن شاء الله أصور لكم أماكن أكثر وأكثر، ودائما أنا أحاول أبحث عن الأماكن اللي قليل نادرا ما تلقوها باليوتيوب. يعني ساي المنطقة بالنسبة ليوتيوبري العرب 2 أو 3 مصوريها مو أكثر، فهذا اللي دا أدور عنه، ما أصور لكم الشغلات التقليدية، لا دائما جديد. فمثل ما أوصيكم شارك الفيديو بكل مكان ولايكاتكم، وإذا تزورنا أول مرة اضغط على زر الاشتراك. مع السلامة.